بهجة إذن. سأحكي لكم اليوم حكاية الحمامة المطوقة. كان الصياد يسير في الغابة وهو يحمل شبكة. ولماذا يحمل الشبكة؟ الصياد يريد أن يصطاد وهو يصطاد بالشبكة. وضع الصياد الشبكة على الأرض ورش بعض حبوب القمح فوقها. لماذا يرش الصياد القمح؟ الصياد يريد أن يصطاد الطيور والطيور تحب القمح. أنا فهمت. اسمع بقية الحكاية يا نعمان حتى تفهم. كما قلت، الطيور تحب القمح، وعندما تأتي لتأكله تقع في الشبكة. وجاءت الحمامة المطوقة ومعها صديقاتها من الحمامات تطير فوق الأشجار، وقررت أن تنزل إلى الغابة لتستريح قليلاً. رأت الحمامات القمح، وعندما تحركت لتأكله وقعت في شبكة الصياد. خافت الحمامات وأخذت كل منها تحرك جناحيها لتتخلص من الشبكة، ولكن لا فائدة. ماذا تفعل الحمامات؟ قالت الحمامة المطوقة لصديقاتها: هيا نتعاون، كل حمامة تمسك بطرف من الشبكة بقوة ونطير معا. صحيح، وأمسكت كل حمامة طرفا من الشبكة بمنقارها، وطارت الحمامات معا مع الشبكة. وهكذا أنقذت الحمامة المطوقة صديقاتها الحمامات. وجاء الصياد ولم يجد الشبكة ولا القمح ولا الحمامات. سأل الصياد: أين الشبكة؟ طارت بها الحمامات. وكيف طارت بها الحمامات؟ كل حمامة أمسكت بطرف من الشبكة بمنقارها، وطارت الحمامات معا. وماذا حدث بعد ذلك؟ بعد ذلك نزلت الحمامات في أرض بعيدة، وجاء الفأر صديق الحمامات وقرض خيوط الشبكة، فطار الحمام. الآن ارتحت. شكرا على هذه القصة الجميلة. طارت الحمامات. حمام كم عددها؟ تسعة. لا زالت تسعة. هي أيضا تسعة. إنها حقاً تسعة. بد، أنيس، ما الأمر؟ أنا أحاول أن هل تفكر أحياناً بالأشياء التي تحبها؟ طبعا يا أنيس، لكن ليس الآن. ها، فقط أخبرني عن شيء تحبها. أنيس، أنا أحاول أن أنام. هيا يا بد، شيئا واحدا تحبه. ها، قل شيئا. حسنا يا أنيس، سأحاول. أحب الأرانب. أرانب؟ أرانب. أحب الحمام. حمام؟ حمام يطير. سأنام. ستغفو سريعا. هل تعرف يا بدء، أحب أن نكون سوية على الدوام، لكنني أرتاح إلى حب المطر. أحب المطر. مطر. أحب البلابل. أحب البلابل. هل سمعتي؟ أحب البلابل. أحبها. فوق الشجر أحبها. طيب يا أنيس، أنا لا أحب شجار القطط، أحبك أنت وأنت فقط،
لأنني أرتاح إليه. أحب وقتا رائعا نقضيه في الكلام. هذا صحيح. أريد أن أنام، أريد أن أنام. أحب أن أكون في الغابات، في الغابات، لأخرى هناك النمور، النمور. أوه أني، هل تعرف شيئا؟ ماذا يبدو؟ أحب أعياني. تمور، التمور، تمور، تمور. أحب حساء العدس، حساء العدس، حساء العدس، عدس. أحب صنوف الطعام، أحبها، لكني لا أحب كل شيء، لكنني أحبها لأنني أرتاح إليها. نبقى معا صديقين حميمين، نبقى معا صديقين حميمين، حميمين، لأنني أرتاح الكمان؟ نعم إنه يعزف على الكمان. إنه ماهر في العزف على الكمان. أي حفلة؟ حفلة خيال الظل. خيال الظل، ذكرتني بهذا الفن الجميل. كان يقدمه طبيب عربي اسمه ابن دانيال. كان هذا منذ زمن طويل. نحن أيضا سنقدمه هنا في شارع 20. هذا رائع. لكننا نحتاج أن نتعاون، العمل كثير. أولا نحتاج إلى إطار خشبي كبير. أنا عندي خشب في البيت وأفهم في النجارة، أنا أصنعه. جيد، النجارة والخشب خالد. على فكرة، هل عندكم شيء يحتاج للخياطة؟ نعم، الشاشة التي نضعها فوق الإطار من النسيج الأبيض. أنا سأخيطها لكم. عندي نسيج وقماش أبيض. حسنا، سجل النسيج. خالي، خليل، يعني هاشم. الآن الإنارة والكهرباء. الإنارة والكهرباء هاشم. أنا حاضر. لدينا هذا المصباح، يحتاج إلى إصلاح ويحتاج إلى أسلاك جديدة. أنا أصلحه لكم. حسناً. وأيضاً نريد جهاز التسجيل. نحتاج إلى تسجيل أصوات وتسجيل الموسيقى. أنا مستعد، عندي جهاز تسجيل. وأنا أعزف لكم الموسيقى. حسناً. رائع جداً. رائع. المصباح وجهاز التسجيل هاشم، والموسيقى خالد. وهذه التلال نريد أن نرسمها كبيرة ونقصها هكذا. أنا أجيد الرسمة يا فرحان. أنا ألون التلال ثم أقصها. رشا، سجل الرسم والتلوين. أين ستقيمون الحفل؟ في حديقة المدرسة. جيد. أنا وياقوت ونعمان سننظف الحديقة. أحسنت يا ملسون، ولكن أين نعمان؟ أنا أرسلته إلى هدى.
أهلاً 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 نعمان. أهلاً أهلاً مرحباً. أهلاً نعمان. أهلاً أهلاً أنا أحضرت يا نعمان. أهلاً 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 أهو ذا الإعلان، أنا أحضرته. جميل جميل. شارع 20 يقدم حفلة خيال الظل في حديقة المدرسة. من كتبه يا نعمان؟ هدى أخذتني إلى الخطاط وهو كتب ذلك. وأين هدى؟ هدى ذهبت إلى المطبعة لتحضر بطاقات الدعوة. الآن قسمنا العمل كله على الجميع وسنقدم الحفلة. أريد بيضة. بيضة كلمة تبدأ بالحرف باء. بطة أيضا كلمة تبدأ بالحرف باء. السلام عليكم يا جاسم. وعليكم السلام ورحمة الله. هذه رسالة لك. شكرا لك يا عبد الرحيم. واحدة، اثنتان، ثلاث، أربع، خمس، ست، سبع، ثمان، تسع، عشر، إحدى عشرة. إحدى عشرة رسالة بقيت معنا. السلام عليكم. وعليكم السلام. خالد، الحمد لله، لن أتعب اليوم كثيرا. كيف؟ عندي رسالة لك. شكرا يا عبد الرحيم، شكرا. إحدى عشرة رسالة. أخذ خالد واحدة، بقيت عشر. واحدة، اثنتان، ثلاث، أربع، خمس، ست، سبع، ثمان، تسع، عشر. عشر رسائل للشارع الآخر. السلام عليكم. مع السلامة يا عبد الرحيم. عبد الرحيم يا عبد الرحيم، ماذا بك يا جاسم؟ كم رسالة بقيت معك؟ عشر رسائل. عدها. لماذا؟ فقط عدها مرة ثانية. واحدة، اثنتان، ثلاث، أربع، خمس، ست، سبع، ثمان، تسع. كيف؟ الآن كانت عشر رسائل. كانت عشر رسائل، نسيت هذه، بقيت عندك تسع رسائل وهذه هي العاشرة. الحمد لله الحمد لله. تعرف يا جاسم، تعرف لمن هذه الرسالة التي وقعت؟ لمن؟ لأم عجوز في شارع 22 تنتظر رسالة من ابنها. وهل هذه الرسالة من ابنها؟ لا، هذه الرسالة من ابنتها. وما الفرق؟ كلهم أولادها. أرسم غابة يا هاني، هل زرت الغابة؟ هيا ساعدني يا هاني، قدم لي علب الألوان. هيا ساعدني يا هاني، قدم لي علب الألوان. هذا الأخضر، هذا الأحمر، هذا الأزرق، هذا الأصفر. ما أحلى أشجار الغابة. دنيا تحفل بالأسرار، بالأزهار وبالأطيار.
الدنيا تحفل بالأسرار، بالأزهار وبالأطيار، وبالأطيار فيها البدر يشع ضياء. هذا الأخضر، هذا الأحمر، هذا الأزرق، هذا الأصفر. ما أحلى أن أرسم غابة. والآن إليكم استعراض لميس خميس، معكم الآن مراسلتكم لميس خميس. مرحبا بكم، أنا لميس خميس، نقوم اليوم بزيارة إلى قلعة العداد. هيا يا عداد، هل تسمعني؟ نعم، ومرحبا بك يا آنسة لميس خميس، مرحبا بك في قلعتي. ابتسم يا وطواط، إنك في التلفزيون. حدثنا عن قلعتك هذه من فضلك. بكل سرور، في القلعة 41 غرفة، 27 ثريا، 91 بابا، 31 حماما، 26 و100 شباك، ومعظمها محطم يا عداد. 14 سلما، فيها 300 درجة تخرج صريرا، عدا واحدة ليس لها صريرا. كما توجد 32 كنبة يا عداد، 72 ألف قرميدة حمام، و20 صحن صابون، 7 فرش للشعر ومشط واحد. يا عداد يا عداد. نعم. طيب، واضح يا عداد أنك تقضي وقتا كبيرا في العزل. صح. هل يمكنني أن أسألك سؤالا واحد؟ طبعا اسألي، فأنا أحب الأسئلة، أحب أن تسأليني كثيرا. جيد، والآن سوف أعد الأسئلة. لحظة، هل ستقوم بعد الأسئلة لك؟ سؤال واحد، هذا واحد. ماذا يفعل؟ اثنان سؤالان. هل ستعد أسئلة؟ ثلاثة أسئلة. أتقول شيئا آخر؟ أربعة أسئلة. كيف أوقفه؟ هذه خمسة. خمسة أسئلة. رائعة. عداد. انظروا، مربعات صغيرة، مربع واحد، اثنان، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة. طيب، هذه لميس خميس تقول لكم إلى اللقاء. عندكم أوراق وألوان، وأريد منكم أن ترسموا شكل المثلث. انظروا، هذا هو شكل المثلث. ولماذا اسمه مثلث؟ عد معي يا نعمان. هيا. واحد، اثنان، وهذا ثلاثة. ثلاثة، واحد، اثنان، ثلاثة، مثلث. صحيح، ثلاثة، لأنها ثلاثة خطوط. أحسنت يا يعقوت، أنا عملت الشكل من ثلاثة خطوط، واحد، اثنان، ثلاثة، مثلث. والآن من يلعب معي لعبة المثلثات؟ أنا سنلعب جميعا. طلبت منكم أن ترسموا أشكال مثلثات، والآن سأرى رسوماتكم. هيا. ما أجملها، أنت رسمتها؟ أنا رسمت هذه الأهرامات الثلاثة من نصف. انظروا كم هي جميلة. الأهرامات الثلاثة في مصر، مثلث ومثلث ومثلث. جميلة. وأنت يا ياقوت ماذا رسمت؟ هذه طيارة من الورق، أنا من الفضاء، رسمت طائرة تطير في الفضاء. أحسنت يا ياقوت. وما هذه الزهرة الجميلة؟ أنا رسمت هذه الزهرة. انظروا كم هي جميلة. هذه الزهرة متكونة من أربعة مثلثات، المثلث الأول والثاني والثالث والرابع. أحسنتي. وما هذه الخيمة؟ هذه الخيمة، أنا رسمت هذه الخيمة. أحسنتي. انظروا كم هي جميلة، متكونة من ثلاثة خطوط، وثلاثة تعني مثلث، واحد، اثنان، ثلاثة. La la la.
سمسم من إنتاج مؤسسة الإنتاج البرامج المشترك لمجلس التعاون لدول الخليج العربية. إلى اللقاء.